كلها. انا بقول لحضراتكم دلوقتي ماذا تفعل ايران وماذا تفعل اثيوبيا وماذا تفعل تركيا وماذا تفعل اسرائيل. كل مستفيد بيلعب في الدول العربية. والمتصدي لكل هذا الجيش المصري والدولة المصرية والرئيس المصري والشعب المصري. نقطة في الصبح هنشوف بكرة اجتماع جامعة الدول العربية، ولو انه هو مخصص للموقف الليبي، انما انا اتمنى الان ولتكن قمة عربية عن طريق الفيديو كونفرنس لمناقشة الأمن القومي العربي وتنفيذ توصية الرئيس السيسي بإنشاء قوات عربية مشتركة، فقد حان الوقت لها. فإن لم تشكل تلك القوات في هذا الوقت فليس لها معنى أبدا. نقطة فلسطين، نهدى شوية.